السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متتبعي قناة مغرب نيوز. كانت واجد الآن مدينة المحمدية واحد سيارة الأجرة اللي يعني فات الصباح هذا كيتعرض لواحد الحالة ديال الهجوم من طرف واحد من المتشردين أو لربما قدروا نقولوا عليهم مختلين عقليا أمام المطاحن الكبرى، يعني امام واحد دائره ديال الشرطه اللي موجوده في المحمديه. بالنسبه لهذه الظاهره هذه ديال المتشردين اللي دائما ولينا كتشكل لنا خطوره وخطر كبير على الماره وعلى الساكنه ديال مدينه المحمديه، وكما كتشوفوا هذه نتيجه ديال هاد المتشردين اللي متواجدين في اي مكان في مدينه المحمديه. ما نقولوش غير مدينه المحمديه اللي فيها هادشي، وانما كاينين في جميع المدن وجميع المناطق ديال المغرب. الا ان اليوم هاد السيد هذا كيتعرض لهاد الحاله هادي. حيد لي ديك القرعه الله يحفظك باش كما كتشوفوا يعني السياره لا قرعة أخرى ولكن مشو يعني استر الله. لكن مثلا كان راكب معاه شي زبون أو لا شي حاجة كانت غتكون الكارثة، كانت غتكون يعني مشكلة كبيرة. كيما شتو شوف الحجرة قداش، هادشي الله وقع غير دابا هادشي شوية، يعني حوالي الساعة 8 والنصف 9 كاع، هذا هو الجد. شوف الجاج يعني قدر الله ولطف وما كانش راكب معاه بعدا شي حد اللي غادي يقدر يتقاس ولا يتآذى. المهم حنا غادي نحاولوا اننا ناخذوا الكلمه من عند سائق السياره اللي كان في الخدمه في هذا الصباح هذا. السلام عليكم، الاسم والصفه. اسم حكيم قدمي، الصفه ديالي سائق مهني من السد الثاني. تعرضت اليوم لواحد السيد مختل عقليا، جا شيل عليا بهذيك الحجره درجات فيا في يديا. تفاجات انا ملي شفت سميتو تفاجات. لقيت راسي كنت راكب بوحدك ولا معك شي؟ كان راكب معايا واحد السيد، ولكن الحمد لله يدي اللي كالات عليه هو، حيت ضربتني انا الحجره في يديا. ايوا قدر الله ما شاء فعل. هادشي اللي نقدر نقول بالضبط. هادشي هذا فين؟ هادشي حدا الديمومه، حدا الديمومه في الفيل. فين كاين المطاحن؟ فين كان لومبوتياج؟ مع كان لومبوتياج وقفت هو من اللي كنت وقفت، كانوا السيارات ديالي واقفين، كانوا السيارات ديالي سيارات كاينين قدامي واقفين. هو مع كان قاطع هز حجره بهذيك، راه الحجره باقا تما. شير عليا بها هادشي اللي كاين. شي اجراء مثلا؟ شي ديكلاراسيون؟ درت ديكلاراسيون، درت مشيت عند رجال السلطه الحمد لله عاملوني مزيان، وطلعت درت المحضر ديالي وهادشي اللي كاين. درت المحضر ديالي؟ اي درت المحضر ديالي. وهذاك المختل مشى بحاله؟ بيان سور غيمشي بحاله، حيت مختل عقليا ما عندي ما ندير ليه. ما عندك ما تشوف. تبغي توجه في الرساله ديالك؟ نوجه الرساله ديالي بان المختلين العقليين فهمتي يشوفوا كيديروا لينا احنا، راه يعني كون جات لي في راسي وكون جات كون كانت مأساة كبيرة، يعني ماشي مأساة صغيرة ولا باقا في الخلعة لدابا. أنا كون كانت جات لي في راسي ولا هادي راه كون كانت مأساة كبيرة، كنا بحال ولا الزبون كذلك كون كانت مأساة كبيرة. ماشي راه حجرة، ماشي اللي حجرة صغيرة، شو حجرة كبيرة اللي يشير لي بها. الحمد لله من على لطف الله، الحمد لله من اللي ما وقع والو. جات لي الضربه في يديا صافي، هادشي اللي كاين. كاليت على السيد معاك شاد الفولون بيدي اليسريه، هي اللي كالات عليه. ما الحجره دارت من قدام راسي، الحجره دارت من قدام راسي. الحمد لله على الحمد لله الحمد لله على كل ان شاء الله. يعني مرحبا سيدي. نتمنوا فعلا على ان الرساله ديال هذا السائق المهني، سائق سياره ديال اجره صغيره اللي تعرض اليوم لهذا الهجوم من طرف واحد المختل عقليا وهو متشرد في مدينه المحمديه بالقرب من الديمومه وبالقرب من المطاحن الكبرى، يعني في بلاصه ديال الفروج، لولا ان لطف الله وستر الله كان يتصاب يا اما هو يا اما الزمول اللي راكب معاه. لهذا كنتمناو على ان فعلا الجهات المسؤوله والمسؤولين على انهم ينتبهوا لهذه الظاهره هذه، لان هذا مختل عقليا ما عندك ما تصور منه، مرفوع عليه القلم
ولكن إلى وقعت الكارثة غادي تضر اللي وقعت له الكارثة. إلى هنا نقول لكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، والتعليق للمواطن.